تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس تخضع لأحكام وضوابط. هيئة الانتخابات حددت السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية يكون في حدود 600,000 دولار. تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين يتم بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي. كل مترشح مطالب بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية وتعيين أيضا وكيل للتصرف في المسائل المالية المتعلقة بهذه الحملة. لا يمكن إذن للمترشح أن يكون هو نفسه الوكيل المالي، كما يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية سواء من حكومات أو من أفراد. الحملة الانتخابية إذن يشرف عليها 1550 مراقبا يجرون عدة مهام، منها زيارات ميدانية للأنشطة التي يقوم بها المترشحون، الاتصال بجميع الوكلاء الماليين للمترشحين، وأيضا الاطلاع عن كثب على الوثائق والسجلات المتعلقة بالإنفاق. كما توجد لجنة رقابية مشتركة للإشراف على تمويل هذه الحملات. هذه اللجنة سنعددها ونذكر من أي تتكون. تتكون ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، البنك المركزي التونسي، محكمة المحاسبات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الاتصال السمعي والبصري، والديوانة التونسية، البريد التونسي، ووزارة العدل. في حال عدم التزام المرشح الفائز بالأحكام المتعلقة بتمويل حملته، يحق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطالبة بإلغاء النتائج بناء على الفصل 143 من القانون الانتخابي.